استقبلت فنادق أبو ظبي 1,840,000 نزيل فندقي في النصف الأول من العام الجاري، وبنمو مقداره 22% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وزادت الإيرادات الفندقية إلى 2,400,000,000 درهم في النصف الأول من هذا العام، وبلغ متوسط سعر الغرفة في فنادق العاصمة 329 درهما. واستحوذ مواطنو دولة الإمارات على النصيب الأكبر من نزلاء فنادق العاصمة بحصة 528,000 نزيل، فيما حلت الجنسيات الهندية في الصدارة بمعدل 219,000 نزيل.